مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اهلا بالاصحاب. مثل كل حلقه في كثير معلومات وفي اكيد قصه خبركم اياها ورح بشاركها معكم، واكيد بنكون عم نحكي باول فقره عن التصرفات الجيده يلي لازم اعملها تجاه اصحابي بقلب المدرسه او بالحي اللي ساكن فيه، او تجاه اخواتي وخياتي واهلي بقلب البيت. بس اليوم رح نحكي عن التصرفات يلي بنعملها برات البيت وقت بكون ظاهر مع اهلي بيكنيك او زياره الى الغابه. اكيد في بعض التصرفات يلي كتير لازم انتبه لها وقت بكون عم زور الغابه مع اهلي. اولا لازم انتبه انه شو بدي البس. بدي البس اشياء خفيفه، مش اشياء بتشوي، لانه بالغابه بدي امشي، بدي اقعد، بدي اكون مرتاح. واكيد اذا كنت لابس شورت لازم اكون منتبه انه ما يقصني شيء حشره او شيء اتضايق منه، لانه بعض كمان النبات معقول يعلي على اجري ويضايقني. واكيد لازم انتبه لكن من الشوك يلي موجود بقلب الغابة، ولازم يكون معي عصاية أنا وعم بمشي، لأنه وقت بكون عم بمشي بقلب الغابة يمكن التقى بحشرة معينة أو شيء بدي بعدها عن طريقة ما أأذيها أو أدعسها، بقدر استعمل العصاية بس ما بقدر دق فيها لهذه الحشرة. وكمان ما بقدر ألمس ولا شيء بقلب الغابة موجود، خاصة الفطريات. إذا لقيت شامبينيون فطر بقلب الغابة هولي ما بقدر دق فيهم كمان، لأنه يمكن يكونوا مسمين، ومن الأفضل ما يكون عم دق كمان بنبات أنا ما بعرفه، يمكن يكون كمان نبات مسم. وبدنا ننتبه أصحابي كمان أبدا 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 بالغابة ما لازم صرخ أو عيط، أو لازم دايما اسمع الكلمة تبعوا للماما والبابا، لأنه أكيد رح بيكون في غير عيال وغير أولاد موجودين بالغابة، وأكيد بقدر أعمل كتير أصحاب بقلب الغابة مع أطفال آخرين. وآخر شغلتين بحب لكم إياها، إنه بالغابة أبدا ما منكب الزبالة، لأنه إذا كبيت زبالة غيري كمان بده يكب زبالة، وبتصير الغابة كلها مليانة زبالة، وهيك ما بكون عم بهتم بالبيئة تبعي. وأكيد بالغابة ما لازم أبدا 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 ولع كبريتي أو ولع نار، لأنه معقولة تأدي لكارثة وتحترق الغابة. قصتنا لليوم بتحمل عنوان لما تتعرف على محافظات لبنان. اليوم خلال درس الجغرافيا فاتت المعلمة تبعو الجغرافيا على الصف وقالت لكل التلاميذ: اليوم أيها التلاميذ رح نتعلم عن محافظات بلدنا لبنان. وسألت المعلمة لما يلي كنت كتير محمسة للدرس، قالت لها: يا لما، بلبنان في 8 محافظات، بتعرفي شو هي؟ فردت لما بكل حماس: في عنا محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان، محافظة الشمال أو لبنان الشمالي، محافظة الجنوب أو محافظة لبنان الجنوبي، محافظة البقاع، محافظة النباطية، محافظة بعلبك والهرمل، ومحافظة عكار. فكتير انبسطت المعلمة انه لما بتعرف كل محافظات لبنان، وكررتهم المعلمة مرة تانية: محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان، محافظة الجنوب او محافظة لبنان الجنوبي، محافظة الشمال أو محافظة لبنان الشمالي، محافظة البقاع، محافظة النبطية، محافظة بعلبك الهرمل، ومحافظة عكار. فهنتها المعلمة للمى وكثير انبسطت منها، وبعدين طرحت سؤال تاني وقالت للتلميذ: مين منكن بيقدر يقلي اسم منطقة واحدة بكل محافظة من هالمحافظات؟ فرد فريد يلي هو كان كتير شاطر وبحب كتير مادة الجغرافيا، فقال له: ببيروت، في محافظة بيروت، في منطقة الأشرفية، في محافظة الشمال في عنا منطقة زغرطة، في محافظة البقاع في عنا منطقة راشية،
في محافظة جبل لبنان في عنا منطقة بعبدة، في محافظة الجنوب في عنا منطقة صور، في محافظة النبطية في عنا منطقة مرجعيون، في محافظة عكار في عنا منطقة حلبة، في محافظة بعلبك الهرمل في عنا منطقة دير الأحمر. وهيك لما وأصحابها تعلموا درس الجغرافيا وكانوا كتير محمسين وتعلموا عن محافظات جبل لبنان. وما نسيت لما رجعت على البيت خبرت الماما والبابا شو تعلمت، وكانت كتير محمسة إنه تعلمت شيء جديد عن بلدها لبنان. بفقرتنا التالية اللي بتحمل عنوان بسينة أو كلب، اليوم يا أصدقائي لا بحكي عن البسينة ولا بحكي عن الكلب، اليوم رح بحكي عن البطريق. البطريق هو نوع من أنواع الطيور، ولكن حتى لو كان طير بس ما بيقدر يطير أبدا. بعيش البطريق بقارة القطبية الجنوبية وبالأنتاركتيكا، لكن بالقارة اللي فيها بس ثلج هنيك هو بعيش، وهو بحاجة للحرارة المنخفضة وبعيش هنيك. وبيأكل البطريق بقلب الماء، بيسبح وبيصطاد بقلب الماء، بيتغذى من الأسماك وأكيد من الأعشاب. وتخيلوا يا أصحابي بكل العالم في عنا حوالي 17 نوع من البطريق. في عنا البطريق الأمبراطوري، في عنا البطريق الإفريقي، في عنا البطريق القزم، عنا البطريق الجنتو، عنا البطريق الملكي، وفي عنا البطريق اللي بنسميه الآديلي. لكن في عنا 17 نوع، هو لأهم الأنواع يلي موجودين على الكرة الأرضية عن طير البطريق. وبكرر وبقلكم يا أصحابي إنه البطريق هو طير وليس حيوان، من هيك وقت الأنثى البطريق بتبيض، الطفل البطريق أو البيبي البطريق الصغير بيظهر من البيضة، من هيك البطريق هو طير وليس حيوان ثدي. بفقرتنا التالية اللي بتحمل عنوان أسئلة صديقنا بوبو، واليوم صديقنا بوبو عم يسألني سؤال مهم كتير، واللي هو ليش لازم دق الباب قبل ما فوت على غرفة الماما والبابا. لكن عم يسألني صديقنا بوبو إنه ليش بدق على الباب، ليش لازم دق على الباب قبل ما فوت على غرفة الماما والبابا. أول شيء بحب أقول له لصديقنا بوبو إنه هيدي غرفة الماما والبابا، هيدي غرفتهم، من هيك ما بقدر ساعة البدي فوت وساعة البدي أظهر، هيدي غرفة الماما والبابا، من هيك بدي دق قبل ما فوت مثل ما هن الماما والبابا بيحترموني وبدقوا على الباب قبل ما يفوتوا على أوضتي. وأكيد لازم دق على الباب قبل ما فوت على أوضة الماما أو على أوضة البابا، لأنه يمكن البابا عم بغير تيابه، يمكن الماما عم بتغير كمان تيابه، فما بقدر فوت عليهم هيك. من هيك بدق وبنطر، بسمع وقتها بقولوا لي فوت بفوت، ما بقدر دق على الباب وكمان فوت أوام أو ما دق أبدا. من هيك لازم دق وانطر تالماما والبابا يعيطوا لي وأنا بفوت على الأوضة تبعتهم. وأكيد يمكن الماما والبابا قاعدين وعم يحكوا عن موضوع كتير مهم، من هيك ما بقدر كمان فوت ساعة البدي على غرفة الماما والبابا. وكتير مهم دق على الباب، انطر انه هن يقولوا لي اتفضل او فوت، وهيك بفوت انا غرفة الماما او البابا يا بوبو. من هيك لازم تنتبه يا بوبو، ما بنقدر ساعة البدنا نفوت على غرفة الماما والبابا للأسباب يلي قلت لك إياها. ووقتها بدنا نفوت بدنا نكون عم ندق على الباب وبننطر إنه يقولوا لنا تفضلوا أو فوتوا على الأوضة تنحنا نفوت. بهذه الفقرة يا أصحاب اليوم رح بحكي عن بلد موجود بإفريقيا يلي اسمه السودان. السودان هو بلد موجود مثل ما قلت لكم بقلب قارة أفريقيا، وهو يعتبر دولة عربية لأنه هو بلد يتكلم اللغة العربية. يقع السودان في شمال شرق قارة إفريقيا، وهو أكبر دولة عربية من حيث المساحة، أكبر دولة عربية هو السودان. عاصمة السودان هي الخرطوم، وبالسودان يمر نهر كتير كتير كبير وطويل، هو نهر النيل.
تاريخ السودان تاريخ كتير مهم، وثقافتها كمان للسودان ثقافة كتير كتير غنية. وبحب لكم كمان انه بالسودان بحبوا كتير الشعب السوداني لعبة كرة القدم. بالفقرة الأخيرة من برنامجنا اليوم رح نطرح السؤال التالي: ماذا لو أتى زوار عند أهلي؟ لكن وقت يجي زوار عند أهلي شو لازم أعمل؟ أولاً لازم سلم عليهم، يعني وقت بيوصل أصحابه للبابا أو أصحابه للماما وقاعد الماما والبابا والأصحاب بيقدر فوت وسلم عليهم، بس أكيد ما بيقدر طول السهرة أو أقعد معهم طول الوقت، لأنه الحديث تبعوا أصحاب الماما والبابا مختلف تماماً عن الحديث تبعوا لي. من هيك بقدر أقعد وقت معين بعدين بدي فوت على غرفتي. وقت بدي فوت على غرفتي إذا كان الوقت منه مؤخر بقدر أعمل نشاط أنا بحب أعمله، أقرأ قصة، اسمع غنية، أحضر شوية تلفزيون، يعني هول الأشياء بقدر أعملهم بقلب غرفتي. وإذا كان المساء يعني باش في وقت بقدر بلش حضر حالي للنوم، يعني فرش سناني، غسل وجهي، فوت أقعد بالتخت ريح جسمي وحضر حالي لقصة ما قبل النوم قبل ما نام. وأكيد لما يكون في عنا أصحاب عند الماما والبابا عم بزورون ما بقدر أعمل ضجة أو ألعب مع خي أو أختي بصوت عالي أو صرخ، لأنه الأصحاب جايين يزوروا الماما والبابا تينبسطوا مش تينزعجوا من صوتنا العالي. مثل العادة كتير انبسطت أنه رفقتكم بحلقة جديدة وشاركتكم معلومات جديدة وأكيد قصة جديدة، فانتظروني إذا الله راد بحلقة جديدة. انتبهوا على حالكم ويكونوا تصرفاتكم ممتازة وحسنة، والله يكون معكم.